21 سنة، طول متر و63، الأسلوب بوكسينج، من مصر محمد علي زيكو. بالركن الأحمر، العمر 25 سنة، الطول متر و68، الأسلوب عمامي، من اليمن محمد عزاني. كلاكيت ثاني مرة، لقاء زيكو مع العزاني، وكلاكيت أول مرة، وجود عزام المصري ثاني حكم عربي متواجد هنا، أول مرة، أول نزال احترافي. أظن عزام ما راح ينسى هذا النزال، حكم قبل ذلك أكثر مباراة منه، هو عنده شهادات من الحكم الدولي مارك، أخذ الشهادة ب 2015، لاعب جوجوتسو. أوه مستقيمة، طبعا عارفين بعض أحمد. طبعا حكمنا محمد، طبعا أول نزال إلي في رياضة الجوجوتسو كان معاه في سنة 2007، فطبعا مين فاز؟ لا أنا فزت، لكن أكيد. كان محمد صغير طبعا في السن، وما شاء الله يعني بدأ وهو صغير في السن في هذه الرياضة، وما شاء الله مستمر، أتمنى له التوفيق. طبعا نشوفها اليوم في مجال التحكيم، عندنا زيكو الام ام اي مع العزاني، لكمتين قويات مباشرة للوجه اللاعب. طبعا احمد اكد لك انه ما راح تكون في 4 جولات، اكد لك بس راح تكون 3 جولات، مش اللي شفناه في الأكاديمية، فقط 3 جولات. الجولة الأولى شفنا حلوة، لأن اللاعب محمد حاول يمسك القفص، وأشوف مرة ثانية، حلوة من عزاني، تحرك جميل، الوزن خفيف، ركلة يمينية من زيكو الام ام اي. العزاني وجه لكمة باليسار لكن ما وصلت. واو، تحرك سريع، اوزان خفيفة، تحرك هذا حلوة من زيكو عمار. طبعا كل هذا يحسب اكيد عمار، احتساب النقاط طبعا، اذا وصلنا الى طبعا الجولة الثالثة بدون فوز أحد اللاعبين يرجع طبعا الحكام في فلاي نيم حلوة، اسقاطة لكن يعكسها زيكو طبعا لصالحه. حلوة، شوف الارمبار حلو، لكن زيكو مخلي كوع على برا، حلوة أيضا دفاع زيكو. ممكن يا عزاني ياخذك بازدجارد، حلوة تريانجل. أخ يا محمد يا كركي تخصص ظروف المباراة عمار مرات طبعا يعني تعيق اللاعب من تطبيق الحركات اللي هو يعني يعرفها او متعود عليها. حلو عزاني، حلو عزاني، هجوم حلو، دفاع حلو، بس عزاني هذه الرجل اللي من فوق عزاني مشلين، هذه ما فيها ضغط، هذه صح المفروض يسكر الركبتين مع بعض. عمار سويب حلو، ولكن ديفنس، محاولة هروب من زيكو، يحسب هذا السويب. طبعا لا ننسى عمار ان زيكو في فريق شوغن، بس ما جاء المرة هذه، كان هو لاعب مقيم بالكويت، ما جاء على فريق شوغن يتدرب، ولا كان اخذ له شوية تعليمات من أكيد من محمد كركي والمدربين فريق شوغن. سيرج سعد موجود مع اللاعب زيكو، وشوف مصطفى راشد مع اللاعب محمد العزاني، دقيقة و50 ثانية. طبعا ارشادات من المدربين طبعا للاعبين، كيفية التصرف طبعا في الوضعيات اللي هم فيها. حلوة من حسين، مؤثرة اتوقع عمار، ولا ما كان بعد عنه. طبعا شوف مصطفى راشد مدرب ولاعب في نفس هذه الجولة، شوف عمار حلوة الحركات في النقطة الأرضية اللي شفناها أحمد. أكيد. شوف تحركة الخصر جميلة، سيطرة جانبية من العزاني عمار، حتى وضعية جسم العزاني حلوة، ما هي الوضعية المنبسطة تماما على البطن، هذه الوضعية الجانبية حلوة عمار. هذه الوضعيات يعني تحط ضغط على اللاعب وتجهده، خاصة إذا أنت يعني عندك المهارات كيف تستغل الجسم في وضع بريشر أو ضغط معين على مناطق اللي هي أعلى الصدر، ما بين البطن والصدر، هذه منطقة الحجاب الحاجز. شوف الإلبو متعبة عمار، الحين عزاني يحاول يرفعه ويسدد الإلبو، فاجأني العزاني عمار.
الاثنين فاجئوني. حلو العزاني، مهاراته جميله، بس يعني هو مكان ما يرفعه لو يسدد بالكوع اليمين، كوعه يرفع الكوع فقط، ما في داعي انك ترفع جسمه. صحيح، لان عمار هو قاعد يرفع لانه مسكر عليه طبعا زيكو. زيكو هاف جارد رائع، شوف محاوله الى بس ما قدر يمسك رقبه اللاعب. حلوه ضربات مباشره من العزاني. زيكو عليه الالتحام، شوف 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 الكوع، الكوع موجود. 10 ثواني و و و و و و 10 ثواني بمباراه. تنتهي الجوله الاولى الرائعه، جميله من العزاني عمار. اللاعب زيكو بالقفاز الازرق واللاعب عزاني بالقفاز الاحمر. زيكو اسم برازيلي واللاعب مصري مع قصة أفريقية. أفريقية برازيلية. أفريقية برازيلية. زيكو هو المسيطر على وسط القفص، وهذه أيضا يعني من الأشياء اللي تحسب من هو المسيطر على وسط القفص. تحركات العزاني جميلة عمار، يعني شوف دائرية سريعة. حتى ما يكون هدف ثابت، وحلوة هذه. الهدف الثابت دائما هدف سهل. صحيح. الآن الالتحام إلى القفص. شوف حكمنا قاعد يشوف هل لأن زيكو سواها بالجولة الأولى، مرتين مسك الأصابع بالقفص. وحلوة الإسقاط هذا كان يكون، لكن طول اللاعب العزاني. حلوة. حلوه من العزاني. اسقط طبعا اللاعب زيكو. وضعيه عمار انك تضع اللاعب على جانب القفص مزعجه عمار، وتحد من حركتك. ايه، ما في مكان تهرب فيه. القفص من خلفك وانا من امامك. وين رايح؟ اوه حلوه هذه اللكمات، حلوه. لو الحين العزاني يستخدم خصره انه عشان يسوي الباز ذا جارد وتصير اللكمات اسهل. انبار تراينجل عمار. حلوه 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 والله. سلام رائع، تراينجل محكم احمد اظن من اللاعب قوي عمار. من اللاعب زيكو جدا قوي والله. اظن كركي موجود، ها شكله كركي بعث له مسج بالشوط بين الشوطين. كركي بعث مسج ل زيكو قال له عمار قاعد يقول انت ما ضيعت ترينجل اكثر من مره. ارنبار الحين لو حولها ارنبار يكون كركي ثاني. شوف قوي من العزاني، محاوله لفك الترينجل بس عمار. بس ترينجل خطا ان زيكو ايوه لازم ما تخلي رجلك اليسار يا زيكو مستقيمه، تكون مثنيه حتى يكون الضغط او البرشر اكثر. يقدر الحين يسوي الارم يستخدم. حلوه من العزاني، جميله. تخلص طبعا من حركة استسلام قوية طبعا، تعتبر في الفنون القتالية المختلطة. والله في الجوجوتسو ولا الفنون القتالية في الثنتين تعتبر حركة قوية. صحيح. السايد كنترول دقيقتين تفصلنا عن نهاية الجولة الثانية. سيطرة يعني طبعا جانبية من قبل العزاني. ضيعها زيكو من ايده. فرص، واذا لم تستغل عمار يعني طبعا ممكن تضيع عليك المباراه كامله. تجيك الفرصه مره وما ترجع لك مره ثانيه. تعلمناها بال حسب الوقت، طبعا الوقت مرات ما يسعفك عمار. صحيح، والثاني يتعلم يعني. اشوف هذه ضربات المستقيمه الهمر قويه. شوف عمار محاولات زيكو بالركل والرفس من الركل او المستقيم هذا اللي هي من حركات اندرسون سيلفا عمار، هذه مرات ممكن تكون خطيره. طبعا، ويعني اذا صادت، اذا لبست واحده منهم ممكن تكون مؤثره ومنهيه للمباراه. شوف العزاني هنا ايده كوع عزاني اليمين هو الان يعني السلاح اللي لازم يكون قوي. الحكم الان يعطي سايد كنترول مره اخرى من عزاني. حلوه من العزاني. مفروض عمار يفرد جسمه خاصة على الأرض. لا لا تقدم، شوف تقدم اللاعب كثير للامام ممكن يخل من توازن عمار. قاعد يضرب احمد بركبته اليمين.
زيكو يجب عليه انه يمسك. زيكو ما شفناه بالجوله الاولى والثانيه انه ما قاعد يهرب من السايد كنترول. 45 ثانيه تفصلنا عن نهايه الجوله الثانيه. ما حسينا فيها صح؟ لا. حلوه ممتعه كانت جدا. في اخذ ورد. وفاجاني العزاني عمار مستوى ما شاء الله. نشوف الآن بار لكن عاليه يا عزاني. الماونت و 29 ثانيه. 29 ثانيه لو ظليت تضرب. لو ظليت تضرب او لكن حلو الدفاع. عنيد اللاعب زيكو عمار. لاعبين مع بعض وعارفين بعض ولكن وضعيته سيئه زيكو احمد. شوف رجل العزاني اليسار راحت اترينجل 10 ثواني. اوه حلوه الانبار. المفروض يسكر ركبتين عمار. ضغط ويمد جسمه يعني ينزل جذعه احمد. ليش جذعك على العالي؟ للمره الثانيه الوقت ينقذ زيكو من قبضه العزاني. صحيح عمار. راح نشوف طبعا لحظات تفصلنا عن بدايه الجوله الثالثه والاخيره. سيرج سعد قاعد يعطي تعليمات مسموعه لان طبعا أوه ضربه تحت الحزام وعزام يعطي التعليمات الى اللاعب زيكو قال لك انا شفتها. حكم الجوله الثالثه والاخيره من اللقاء باقي طبعا من الزمن 4 دقائق و20 ثانية تقريبا عن نهاية الجولة الثالثة والمباراة. حلوة هذه راحت فوق ونزلت مثل الطيارة. سقط الماوث جارد عمار من فم اللاعب زيكو. حلوة كانت من اللاعب العزاني واظن اكثر واحد سعيد مصطفى راشد. ضربات زيكو بالجولة الثالثة الآن حكم يرجع الواقي الفم إلى اللاعب زيكو ومرة أخرى يوقف النزال. أظن رماه متعمد. أظن بيت يعني يحاول الحكم فهم أنه يحاول يشتري وقت. زيكو يهرب زيكو من عزاني. جدا جميل لعب محمد العزاني عمار. تحسه واثق واثق الخطوة يمشي ملكا مركز عمار وتطبيقه للحركات وركلات واللكمات وهذا انذار طبعا من شفهي من حكم اللقاء. اظن التعب على اللاعب زيكو وضع بس حلو. زيكو يهرب يعني ما يكون هدف ثابت يتحرك. 3 دقائق عن نهاية اللقاء والجولة الأخيرة طبعا من بين اللاعبين طبعا محمد علي زيكو من مصر واللاعب محمد العزاني من اليمن. وزن 61 كيلو جرام وزن الخفيف. اسقاط جميل عمار. طبعا الاسقاطات هذه محسوبة أعزائي المشاهدين في حال ان انتهى اللقاء. فرصة عند العزاني احمد انه يمسك عزي يجب عليه انه يمسك يعني بواحدة من ايديه راس او رقبة لاعب زيكو ويرفع جذعة ومن هناك يقدر يسدد لكمات تكون اسهل. اما بالحركة يعني انت قاعد تضيع وقت على الوقت على ما اظن فيها فعالية. ارفع جذعك وامسك في رأس خصمك وحاول تسديد اللكمات. أعزائي المشاهدين طبعا الجولة الثالثة والأخيرة ما بين محمد العزاني ومحمد الآن. علي محاولة جلاتين. جلاتين موضوعية الوقوف بدون لو أنا مكانه أطح بجري وراء أنط الهاف جارد على الجارد اللاعب زيكو. دقيقة وثلاثين ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة. يستطيع أيضا عزاني ان يسقط على ارض. اظن واحد اظن ان قاربت عمار خلصها
يعني على وشك، لأن إذا ما يعني ما اشتغل زيكو، شوف يجب على زيكو أنه يرمي بجذع على وراء، يرمي اللاعب يعني يحاول يطلع الضغط من الجذع، اللاعب يرميه خلف رأسه حتى ما يكون إيد الخصم يعني متواجدة وسهلة الوصول إلى وجه إلى وجهك. يحاول يسوي الباور من الجذع إلى الخلف، يمسك تحت إبط اللاعب